توقف القلب المفاجئ أو الأزمة القلبية تنتج عن نشاط كهربائي غير طبيعي في القلب، وتحدث في أي مرحلة من عمر الإنسان، وهي تشكل السبب الرئيسي في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم. ولكن من المهم معرفة وملاحظة الأعراض ليتم إسعاف المريض لحين التدخل الطبي لرفع إمكانية النجاة من الوفاة. وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد العاسمي، استشاري جراحة أمراض القلب. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. طبعا في كثير ممكن وإحنا قاعدين حتى قاعدين نجهز، في كثير بنشوف أزمة قلبية، ذبحة صدرية، وكمان جلطة قلبية. فخلينا نوضح بس المفاهيم، إيش هي الأزمة وإيش هي الجلطة وإيش هي السكتة؟ السكتة تقريبا نفس التعبير. الجلطة هي عبارة عن انسداد حاد بشريان يغذي منطقة سواء كان القلب أو الدماغ أو القدمين أو الرئة. فالجلطة ممكن تحدث في أي مكان بيصلوا الشرايين، سد الشريان بصير جلطة. لكن الشيء اللي تكلمنا بدنا نتكلم عنه هو الجلطة القلبية. جلطة القلبية لأنه هي تقريبا من أخطر الأشياء واللي ممكن تؤدي للوفاة الفورية للمريض إذا كانت بحالة شديدة جدا. اللي هي الأزمة؟ اللي هي الأزمة القلبية أو الذبحة الصدرية، يعني كل تقريبا تعابير مختلفة بمناطق مختلفة ولكن بتعني نفس الشيء، وهو انسداد حاد بالشرايين المغذية للقلب، وأحد الشرايين المغذية للقلب. فالشرايين طبعا شرايين صغيرة بتكون عادة متضيقة بالسابق، بيكون المريض بيعاني من ألم صدر أو أحيانا مهمل، أو في مرضى السكري ما بيكون يحس بأي عرض مثلا أو الكبير في السن. فبصير انه الشريان هذا بصير يتضيق اكثر واكثر، بيمنع مرور الدم عبره، وفي بتكون خسارات جائله في الدم عاده. لما يتضيق بشكل كبير تجي الخساره هي بتسكر او تسد مجرى الشريان، فيتوقف الدم عن المرور الى المنطقه المعنيه، وبالتالي يحدث ضرر في عضله القلب. اذا استمر اغلاق الشريان اغلق اكثر من 6 ساعات بتتموت العضله، هي القسم من القلب يموت. فاذا كان الشريان كبير، يعني أحد الشرايين الشريان الأمامي النازل اسمه، يغذي المنطقة الأمامية والقسم الأيسر من القلب. هذا إذا تسكر من أوله ممكن يؤدي إلى الوفاة الفورية، موت المفاجئ، بيسموه صانع الأرامل أو الويدوز ميكر. لأنه مباشرة ممكن، ونسمع أنه فلان ما كان في شيء فجأة سقط وتوفى بشكل مفاجئ مثل ما تفضلتي. صح. طب دكتور، يمكن في خوف شديد دائما عند الناس، عند أي أحد، يعني لما يكون في آلام في منطقة الصدر، بغض النظر يعني الشخص ما يعرف هو جلطة، ما يعرف إيش الموضوع، بس بمجرد ما يحس بوغزة أو بألم في الصدر على طول يبدأ يصاب بحالة قلق. إيش الأعراض اللي تدل على إنه هناك جلطة أو لا؟ العرض الرئيسي ما تفضلتي هو الألم الصدري. الألم الصدري يحدث في المنطقة هون خلف القص، يكون ألم شديد بشكل عاصر جهة القلب يعني ولا في النص؟ في النص. القلب طبعا هون، كل واحد قلبه بقبضة حجم قبضة إيده بالمكان هذا تمام. فبصير الألم لكن منتشر بالمنطقة هي، بتطلع للفك عادة أو للحنجرة، بتطلع ممكن تطلع للكتفين، ممكن تنتشر للظهر، ممكن تصير بشكل خدر أو نمل بالأصابع، ممكن تصير بشكل ألم بالمعدة، يعني 8% من الحالات تقريبا بتصير كأنه ألم هضمي بالمعدة. ولكن العرض الرئيسي اللي بينبه الكل هو الألم الصدري الشديد، بيترافق عادة بتعرق بارد، بتصير المريض يتعرق بشكل غير زير، تعرق بارد بيترافق بغثيان أو إقياء، بصير المريض يعني يتقيأ واستفرغ، بيترافق بتعب عام، بخوف، المريض بيشعر أنه في شيء، وبترافق أحيانا بتسرع، أحيانا بيترافق بضيق بالنفس. لكن العرض الرئيسي هو اللي لازم ينبه الانسان هو الألم الصدري. الألم الصدري بس في اليد اليسرى يا دكتور، عفوا، او الا في الايادي الاثنين؟ تمام. هلا الألم الصدري هذا عم نتكلم عن الألم الصدري، الألم الصدري اللي له علاقه بالجلطه. الألم الصدري اللي له علاقه بنقص التروي، يعني قبل ما تصير مرحله الجلطه، عاده بصير الألم بينتشر للجهه للذراع، بينتشر من الداخل اكثر من الخارج، بصير الألم من الداخل، بيصير عادة للذراع اليسرى ولكن ممكن ينتشر للذراعين. فممكن، لكن الشكل الرئيسي تبعه حوالي 98% من الحالات عادة ينتشر للذراع اليسرى أو ينتشر إلى الحنجرة، فبيسموه خناق الصدر، خناق يعني كأنه بيسموه خناق صدري، ألم بالصدر وخناق، فبيسموه خناق صدري. طب لما واحد يحس بهذه الأعراض كيف يتصرف؟ سواء هو لحاله أو حتى إذا مع أحد؟ طبعا إذا كان مع أحد أو لحاله، أول شغلة لازم يتوقف عن النشاط اللي عم يعمله، الحركة، يعني يحاول يرتاح، يجلس ويرتاح، لأنه العمل الزائد بده يخلي القلب يشتغل زيادة، وبالتالي بزيد الحالة سوءا. فلازم أول شيء يرتاح، إذا كان المريض بارد لازم نغطيه،
اذا كان عم ياكل طعام يتوقف عن الطعام، لانه من الشغلات اللي ممكن تحدث الجلطه عند الشخص المؤهب طبعا انه يكون عم يعمل الرياضه، تصير بعض الرياضه بعد الجهد بعد الانفعال بعد الوجبه الثقيله المشي بالبرد. يكون مستلقي ولا جالس ولا؟ الافضل انه يرتاح، انه ما يكون في حركه على الاقل، انه يكون ساكن. مو ضروري طبعا اذا كان الاستلقاء احسن، بس انه يكون جالس او مرتاح ما يتحرك حتى لما بدنا طبعا. والشيء الثاني اذا كان هناك مثلا حبه اسبرين متوفره بالبيت او بالمكان، الافضل انه يتناول حبه اسبرين ولو عيار صغير، يعني من الاسبرين الاطفال عيار 100 ملي جرام او 81 ملي جرام، المهم يتناول الاسبرين ويرتاح ويعني يتوقف عن اي نشاط ممكن يصير الحاله. هي واحد. اثنين، لازم نستدعي الاسعاف او مثلا اقرب منطقه طبيه او اقرب كذا، ننقل المريض على انه ما يتحرك المريض، ما يمشي. في بعض المرضى خطا هو بينزل يقود السياره تبعه بيمشي كذا، فبتصير كوارث من نتيجه الشيء. فاحسن شيء انه يضل ثابت ونساعد المريض على انه ننقله باقل ما يكون من جهد او من حركه، وما نتاخر، لانه كل ما اسرعنا بيكون احسن. بيتميز الالم الصدري الناجم عن الجلطه او الاحتشاء انه بيستمر بيطول اكثر من 20 دقيقه. احيانا بيصير وبيروح، هذا خناق صدر يعني خفيف او درجه ما قبل الاحتشاء، اما الاحتشاء بيصير وبيترافق مع الاعراض اللي ذكرناها. بس هذا اللي هو بس لو حس بالم الصدر، طب في بعضهم اللي هو خلص جات له السكته حتى مغمى عليه يعني. صح. الواحد كيف يتصرف؟ مش هو طبعا اذا كان مع احد. طبعا الشخص بشكل مثل ما حكينا انه ما نتحرك ما كذا ونطلب الاسعاف فورا، يعني اذا المريض متجاوب نعطيه حبه الاسبرين، اذا لا ما عم يستطيع شيء نمدده على الاقل انه نمدده. ممكن نعمل له تنفس صناعي مثلا اذا توقف القلب. طبعا توقف القلب هلا صار في صار في برامج حتى للعامه حتى للناس كذا، سهل جدا انه نحط ايدينا بهالشكل على صدر المريض ونبلش نضغط كل خمس مرات، ممكن واحد ايضا يقوم بالتنفس بالمريض. هذا اذا طبعا بدنا نتاكد بالاول، بنحط ايدنا على النبض بنلاقي ما في نبض، المريض ما عم يستجيب، اصوات النفس بنسمع اصوات النفس ما في، مريض ما عم يتنفس، هذا بدل انه توقف القلب. صحيح. توقف القلب بنؤدي للانعاش، لازم اي واحد يعني على الاقل يعمل دوره صغيره او يشوف برنامج على الاتصال متوفر الان. ودحين التكنولوجيا كيف مع هلا التكنولوجيا، الناس اللي عندهم امراض قلب امراض شديده وكذا، صار في هلا صار في جهاز تخطيط جديد ممكن برخيص الثمن. اتوقع انه يا ريت الناس اللي عندهم مشكله في اي مرض ممكن اي مريض يحمله بس بايدتينه، ويكون في ابلكيشن على الموبايل تبعه، فممكن بس نحط ايدينا هون على القطعه يعني المعدنيه ونحطه هون، طبعا بنعمل الابلكيشن فممكن ياخذ التخطيط مباشره. تقدر توجهها للكاميرا؟ لا طبعا ممكن ناخذ، هي انت عم تخطط قلبك الان، تخطط القلب خلال 30 ثانية وبيبعته مباشرة للطبيب تبعه أو للمركز اللي هو مرتبط فيه. يعني إحنا بسهولة أول ما يبدأ يحس بالأعراض، أول ما يحس بالأعراض المريض ممكن يحط الإيدي قدام الجهاز والموبايل تبعه بيبعت للمريض. وين متوفر؟ متوفر هذا الجهاز؟ طبعا هو تكنولوجيا بلشت نوفمبر الماضي والمتصار متوفر موجود. حلو جميل. جميل يعني بمجرد ما الواحد يبدأ أي ممكن أي شخص يحمله بجيبته. عنده أمراض قلبية بالذات اللي عندهم أمراض قلبية إذا حس يعني أنه في شوية ألم على طول تماما ممكن يساوي بتبعت بتنبعت الإشارة للطبيب تبعه وبتنبعت الإشارة مركز اللي هو متصل فيه، فممكن بيعرفوا انه الرقم التليفون هذه يتصلوا مع رقم التليفون. حلو حلو. طيب يعني هذا التكنولوجيا عم تساعدنا كثير هذه ممكن من اول ما يبدا يحس بالالام على طول عشان يلحق. تماما ممكن هلا صار ممكن ترتبطي بمركز معين، يعني موجود الجهاز الثاني او اي موبايل حتى مع الطبيب بسيارته الطبيب وين ما كان، ممكن يجي اشاره انه مريضك هذا في عنده مشكله، ممكن يتصل هو او يعني كثير هذا عم يساعد التكنولوجيا عم تساعدنا انه حتى الحالات الخطيره، حتى المريض اللي كان عايش لحاله ببيته او مثلا ما في عنده حدا ينقذه ممكن يساوي شيء ينقذ حاله. ممكن بالتعاون مع الطبيب او مركز يكون متصل بال خلاص التكنولوجيا ما عاد خلت حاجه يعني صارت ما دخلت كل يعني ممكن تنقذ الارواح طبعا. الحمد صحيح صحيح. طيب شكرا لك يا دكتور على تواجدك معنا، يعطيك الف عافيه. شكرا.